عربية عندها شي سميات. احنا الحمد لله زاد هاد المناسبة مع صديقنا نعطيوا واحد النظرة ديال النشاط كلوب النشاط الجزائرية المغربية في بروكسل. حنا عندنا بحال اللي عايشين في المغرب، المواسم كاملين عندنا في بروكسل. الحياة من بدا هدا لك الشبكية تمارات الخير عبد الله كلشي واكل كلشي، لكن الانسان كاين الصحة اللي غادي يمشي شي خدمة كيمشي، اللي ما غادي يبيع شري ديالو غيمشي، واللي عاطل عاطل. والحمد لله الدنيا ماشا وفرحانين بهاد العام، العام خرج مزيان اللهم لك الحمد، ما بارد ما سخون. كنشكرو النار الطنجاوة ديالنا القدامين، كنحييهم من هاد المنبر. الأماكن اللي معروفة فيها المغرب، فيها المغرب فين كيعيشو المغاربة، ما زاد نقول لك كاين مواطع بزاف. حدا غتقول هادي ميدي، غتقول فوري، غتقول أندرليك، غادي تقول مولمبيك، كاين مزال كاين شي حاجة ياك الرئيس ما فين كتلاقاو ديما العشية كتلاقاو في قهاوي شعبية. كاينش اللي عندو ولادو عاوتاني كيمشي كيجلس مع ولادو، فهمتي، كيعلم ولادو، عندهم مساكن عندهم الخدمة، كيجبرك الله كتكحكح، كيعلمهم الدين، كيمشيو للدراري المدارس ديال الدين، كيجلس معانا كيصبر التاكسي باش يجيب بنتو ولا بنو كيديوهم. وكاين الناس الحمد لله اللي كملت هضر لزوجو ولادو. حنا هنايا في المهجر كما كتعرفوا بأن بلاد المهجر الحمد لله، وكنحاولوا نعملوا ديك الأمبيونس، وسمح لي شويه بعد النوبه، كنحاولوا نعملوا ديك الأمبيونس ديال المغرب هنايا في البلاد، لأن الحمد لله بلجيكا كاين جاليه كبيره من المغاربه، والحمد لله كاين عندنا جاو في بروكسل كأننا في المغرب وكأننا في طنجة في المدينة ديالنا. والحمد لله احنا بزاف وعندنا المقاهي ديالنا وعندنا بزاف الحاجات، حتى النعناع زبلو اللي بغيتو وهاد كامل كاين. وكاين الحمد لله كاين الأسواق دايما داكشي المنتوجات المغربية، والحمد لله ما كنحسوش بالغربة. إذا بغيتو الحقيقة ما كنحسوش بالغربة، والله يخلينا هيدا دايما، ويكونوا الأولاد ديالنا يشبهونا شوية تا هما، اللي كنحاولوا نوصلوا لهم هاد الأمبيونس ديالنا وهاد الثقافة ديالنا، كنحاولوا نوصلوها للأولاد ديالنا هنايا في المهجة، والله يعاوننا على التربية ديالهم. وحنا كجالية زعما بالنسبة للأولاد ديالنا كنحاولوا ديما نعملوا أنشطة، بعض الأنشطة ديال الاولاد كنعملو حتى هما دي تورنوا، كنعملو لهم خرج بعد، كنخرجوا بعد النوبه كنعملو لهم سفريات وهذا باش نخليو نعرفوهم بعضهم. الحمد لله عندنا المساجد كنديروهم معنا، كنحاولو حتى هما كندخلوهم القراءه حفظ القران، والله يعاوننا عليهم. وحنا ان شاء الله عازمين وان شاء الله باش حتى الاولاد ديالنا ولا ما غيشوفوناش 100%، ولكن نحاولو نعطيهم 50%. مقيم بروكسل المدة ديالها لي تقريبا 36 سنة، أحد مؤسسي واحد الفرقة ديوانية. حنا كنحيو بعض الأمسيات هنا، حنايا قررنا نأسسو واحد الفرقة
بان الجاليه المغربيه هنايا محتاجين هذا اللون ديال يعني الاغنيه الفريده، الناس ما تعطش الاغنيه الاغوانيات الشعبيه الشهبيه السهاميه. هنا الحمد لله كاين واحد 5 افراد اللي حيينا بزاف ديال الحفلات هنا في بروكسل، من ضمنهم هذا المقر ديال جمعيه بروكسل اللي كنحيو فيه يعني مير حيينا فيه ومازال كنحيو فيه الحفلات الامسيات ديال امسيات يعني غير صار غيوانيه. وكنلقاو الحمد لله ترحيب كبير مع عند الناس اللي كيجيو من اي بلديه هنا في بروكسل في بروكسل لهذا المقر ديال جمعيه بروكسل. وكان جاو اخوي كنجمعوا مع بعض ياسنا، كندوزوا واحد السهره مع الاخوان ديالنا اللي هنا كيجلسوا معنا في هذا المقر هذايا، الاخوان اللي كيجيو معاو ثاني من بلايص اخرين. الحمد لله كتكون السهره مزيانه، ودائما ملي كتكون عاوتاني كاين الفرقه ديال الكره ديال نهضه بروكسل ملي كياخذ دائما شي شامبيونه، كنقوموا بهذا الحفل اخر السنه دائما باش كنفرحوا مع بعض ياسنا بالشامبيونه ديال كره القدم ديال نهضه بروكسل. والناس عاوتاني اللي كيعجبهم هذا اللون ديال الاغنيه الغيوانيه كما كيعرف الجميع، فجمعيه نهضه بروكسل من تأسيس حميدو تشيكيتو معروف ملقب تشيكيتو، الآن كي الرئيس الحالي هو نور الدين سي نور الدين العسري، من أقدم الجمعيات اللي كاينين هنا في بروكسل اللي تأسست 1999، قريبا إن شاء الله غادي تكون عندها 27 سنة. الجمعية ديالنا يعني من أقدم الجمعيات كما قلت لك، كتزاول بطولة العمال. الحمد لله حنا في الجمعية عندنا احنا في الجمعيه عندنا مسائل رياضيه، كنعملوا مسائل اجتماعيه، مسائل ثقافيه. اليوم كما كيعرف الجميع فمدينه بروكسل كتشهد واحد جاليه مهمه ديال طنجاوه والمغاربه بصفه عامه وطنجاوه بصفه خاصه، فلهذا كتعرف بان الجمعيه ديالنا دائما كانت كتستضيف ابناء المدينه اللي كيجيو من مدينه طنجه. نهضه بروكسل او جمعيه نهضه بروكسل هي دائما كتكون في محط الزياره ديال جميع الاخوان اللي كيجيو المدينه اللي كيزوروا هذه المدينه بروكسل اللي كنسميوها حنايا مدينه مغربيه 100% طنجاويه، بحكم كل شيء متوفر هنا في هذه المدينه، مسائل مغربيه يعني محلات يعني مساجد يعني مدارس، كتبقى الجمعيات اللي كاينين وسيرتو جمعيه نهضه بروكسل كيبقى هو ديك المتنفس بحال اللي كنقولوا المتنفس ديال 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 الجاليه هنايا.